بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد الله والصلاة على رسوله والترضي عن صحابته وآل بيته والترحم على علماء المسلمين وعامتهم والدعوات الطيبات المباركات للأحياء منهم، نبتدئ الجلسة الثانية ونفتتحها بالذي هو خير، وهي الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمناقشة المحور الرابع الذي سيكون بعنوان الدراسات المقاصدية في العراق ضمن المؤتمر العلمي الثاني حول المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثية والمعاصرة الذي تقيمه أو الذي يقيمه القسم العلمي وقسم الثقافة والإعلام بهيئة علماء المسلمين في العراق. وعلى مدى اليوم الماضي وهذا وصباح هذا اليوم استمعنا إلى بحوث تنظيرية قيمة، وحان الوقت للانتقال إلى الجانب التطبيقي وكيف كانت المقاصد في العراق تحديدا على المستوى الأكاديمي والسياسي. فها نحن وإياكم ننتقل بهذه الجلسة من الأمثلة القديمة الرصينة إلى الأمثلة الحديثة والمعاصرة، وهو تحقيق لهدف من أهداف هذا المؤتمر. أما مؤتمركم فقد أقول فيه كما قال ابن النقيب: وأبان عن علم يعب عبابه وبراعة قرنت بفهم مقاصدي. والحديث عن المقاصد عندما تطرحها هيئة علماء المسلمين فإنها تطرح تخصصها الدقيق إن صح التعبير، فالهيئة أم المقاصد والشيخ حارث رحمه الله أبوها، فهو أبو المقاصد وهو الذي وجه النصوص الشرعية بما نزلت بالعراق من نوازل وأحداث لم تمر به في تاريخه، فوجه الأمور إلى ما كان يرى من مآلات أعمال وأفعال وتصرفات نلمس واقعها هذا اليوم. فكانت لدى الهيئة بعد نظر واكتشاف مبكر لما كان وسيكون عليه العراق. والحديث أيضا عن المقاصد في العراق نراه اليوم حديث الشارع، الشارع العراقي في من شماله إلى وسطه إلى جنوبه كلهم وكأنهم ناطقون باسم هيئة علماء المسلمين، يتحدثون بما تحدثوا به في 2003 و2005 و2007 و2000 إلى يومنا هذا. فهذا النجاح الكبير لتطبيق المقاصد الشرعية وإعمال ما جاء منها لهو اكتشاف كما قلت مبكر لهذه الهيئة المباركة التي وضعت الأمور في نصابها ونبهت العراق والعراقيين والعالم أجمع إلى خطورة ما يحدث وما سيحدث في العراق. بين يدي في هذه الجلسة أربعة بحوث أحسبها قيمة قبل أن تلقى، اثنان منها عن جهود العراقيين في علم المقاصد، وهو أيضا جانب توثيقي أحسبه أيضا لأول مرة توثق هذه الجهود وتجمع فيما قدمه الباحثون العراقيون الأكاديميون من دراسات وأبحاث على مستوى بحوث الترقية والدراسات العليا في رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها من أبحاث المؤتمرات والكتب التي نشرت في العراق بما خدمت هذا الموضوع ليواكب العراق الجهود العلمية التي اهتمت بموضوع المقاصد في العالم العربي والإسلامي. وبحثان آخران لا يقلان أهمية عما سيطرح من بحوث سابقة ولاحقة إن شاء الله، وهو تطبيق رؤية المقاصد الشرعية لدى هيئة علماء المسلمين من خلال رؤيتها وبياناتها. إذن لا يسعنا إلا أن نبتدئ للاستماع إلى هذه البحوث
وهذه الدراسات التي أعدت خصيصا لهذا المحور في جانب الدراسات المقاصدية في العراق. واسمحوا لي أولا أن أبتدئ ببحث للدكتور إسماعيل عبد عباس الجميلي، وهو تدريسي في كلية الإمام الأعظم الجامعة في العراق، ليتناول بحثا بعنوان جهود الباحثين العراقيين في علم المقاصد دراسة المشتركات. فالوقت معك كما هو مقرر دكتور إسماعيل الجميلي، فلتتفضل مشكورا. الحمد لله رافع الحرج عن عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، أما بعد، فإن لعلم المقاصد الأثر الكبير في الحفاظ على ثوابت الأمة المسلمة من الاستهدافات المتكررة والتي يراد منها تقويض دعائم المجتمع المسلم، إذ جاءت نداءات الغربيين والعصرانيين ممن يوصفون بالحداثة حاملة الدعوة إلى هدم ومصادمة الضروريات الخمس، فتجند أبناء الأمة الإسلامية لإبطال مفعول سم التغريب وأفكار الحداثة المنحرفة بإظهار علم المقاصد وتفعيله في الحياة العملية، إذ تفعيله أساس لسعادة البشرية. ومن هذه الجهود المقاصدية التي كان لها الأثر في معالجة الواقع وتطبيق الأحكام على النوازل والمستجدات ما ألفه الباحثون العراقيون في الجامعات الإسلامية في الدراسات المقاصدية، إلا أنها لم تكن بمستوى التحديات ولم تعالج تلك الاستهدافات من كل جوانبها، فاعتراها القصور إما في مجانبة التطبيق مقابل التنظير، أو قصور المعالجة في منهج المناقشة وتفنيج حجج المفترين. ونظراً للابتعاد عن عصر النص وتشتت الأفكار واختلاف النظرات، فقد أصبحت علامات الحيرة والتردد لافتات بارزة ترسم على ملامح الحياة الإسلامية صبغة الجمود والسلبية. وفي ظل هذا الواقع القلق المحير، يظهر علم المقاصد واحداً من المسائل التي لها في هذه الشريعة الغراء أثر كبير. ولما كانت تفاصيله منثورة في بطون الكتب، انبرى لها علماء الأمة سلفاً وخلفاً، ومنهم الباحثون العراقيون، ليجمعوا نظامها تحت القواعد المعتمدة تيسيراً لمعرفة أحكامها ورداً للفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها، حتى تكون تلك المسائل في متناول الدارسين يرجعون إليها متى أرادوا التعرف على شيء من أحكامها. لذا فإني اخترت المشاركة في مؤتمركم المبارك هذا ببحث عنوانه جهود الباحثين العراقيين في علم المقاصد دراسة المشتركات، لأرصد بهذه الدراسة إهمال الجامعات الشرعية في العراق لتدريس مادة مقاصد الشريعة، ومبيناً أثر الباحثين العراقيين في هذا الفن ودقة ملاحظاتهم في معالجة المستجدات العصرية وفقاً لعلم المقاصد الشرعية. فتتبعت ما كتب عن المقاصد في ثلاث من الجامعات العراقية، هي كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد، وكلية العلوم الإسلامية في الجامعة العراقية، وكلية الإمام الأعظم رحمه الله الجامعة. فاخترت منها 30 مؤلفاً بين رسالة وأطروحة، ولما كانت الدراسات مختلفة في العناوين والمعالجات اقتصرت في دراستي على المشتركات منها، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. تكلمت في المطلب الأول عن مفهوم المقاصد الشرعية ورصد انحسارها في الجامعات العراقية. أما المطلب الثاني فتكلمت فيه عن مؤلفات العراقيين في دراسة مناهج التأصيل لعلم المقاصد قبل عصر التدوين وبعده. وتحدثت في المطلب الثالث عن مؤلفات العراقيين في التطبيق لعلم المقاصد، ثم ختمت بأبرز النتائج التي توصلت إليها، ولعل من أهمها: أولاً، إن تعريف علم المقاصد لم يحظ بضبط من الفقهاء المتقدمين، وكأن لسان حالهم يقول إن علم المقاصد لا يحتاج إلى تعريف، فهو واضح جلي من دون الوقوف عنده وحصره بتعريف محدود، وأن ما قرره المعاصرون اليوم لا يخرج بمعناه عن مفهوم المتقدمين.
ثانيا إن تدريس مادة مقاصد الشريعة في العراق قد انحسر بشكل كبير، مما ينبغي إضافة مادة مقاصد الشريعة في الأقسام الشرعية لما لها من إصلاح لما لها من أهمية في إصلاح الجيل والحفاظ عليه من الزيغ والانحراف. إن للباحثين العراقيين أثراً في إظهار جهود العلماء قديماً في علم المقاصد وإبراز قيمة الاجتهاد المقاصدي وأهميته واعتباره من أهم مقومات استمرارية التشريع وخلود الشريعة، وهذا واضح من المعالجات الكثيرة لكثير من المستجدات العصرية. ثم إن الباحثين العراقيين قد كشفوا في دراساتهم عن الارتباط الوثيق بين فقه المقاصد وحركة الاجتهاد، وأنها من الرسوخ والقوة بحيث لا يمكن أن نتصور أن تقوم أي حركة اجتهادية من دون فهم المقاصد وتطبيقها، ولهذا كان علم المقاصد أحد الشروط اللازمة توافرها أو توفرها في من يتصدى لعملية الاجتهاد كما ذكر العلماء. وأخيراً، قد أثبت الباحثون العراقيون أن الفقه المقاصدي قد تجلى في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكذلك قد تجلى الفقه المقاصدي في الصحابة رضي الله عنهم من خلال مواقف الخلفاء رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. أما المقترحات والتوصيات التي أروم أن أشير إليها، أولاً إن مقاصد الشريعة وتفعيلها في المجتمع يحقق للمكلف براءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بيقين، لذا فأحث العاملين ومسؤولي المدارس والكليات الإسلامية على الاهتمام بالدراسات المقاصدية اهتماماً يتناسب وأثرها على ساحة الفكر الإسلامي المعاصر، من خلال إنشاء قسم خاص بها وإدخال موضوعاتها ضمن مفردات المنهج، وتوجيه الباحثين إلى الدراسات المقاصدية في بحوثهم ورسائلهم التي تنفع الأمة وتعالج قضاياها المعاصرة. ثانياً، أدعو إلى إنشاء مؤسسات علمية تهتم باستقراء كل ما كتب في المقاصد ومتابعة كل ما يكتب حديثاً ووضع الضوابط التي تحدد مسار هذا العلم لئلا يدخله الدخلاء ويميع التشريع بحجة مراعاة المقاصد، وأن تكون لهذه المؤسسات آلية لإيصال هذا العلم لطلبة العلم الشرعي بإقامة ندوات علمية توضح مفهوم علم المقاصد ومرتكزاته والإفادة من جهود علماء الأمة الكبار. وإلى هنا أودع القلم وأطوي الصحف، مكتفياً بما كتبته ومعتذراً عن التقصير في التعبير، ولا أجد ما أعتذر فيه إلا قول القائل: وما أبرئ نفسي، إنني بشر أسهو وأخطئ ما لم يحمني قدر، ولست أرى عذراً أولى بذي زلل من أن يقول مقراً إنني بشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور عبد عباس الجميلي على تقيده بالوقت من غير تذكير، وعلى تقديمه لهذا البحث القيم الذي حوى على أكثر من 30 مؤلفاً قديماً وحديثاً لباحثين عراقيين في علم المقاصد، فضلاً عن توصيته القيمة بشأن تدريس هذه المادة في العراق التي لا يفهمها كثير من الناس. ننتقل الآن وإياكم إلى البحث الثاني، والبحث الثاني هو للدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث الإعلامي، ليتناول موضوع المقاصد والسياسة الشرعية قراءة في رؤية هيئة علماء المسلمين في العراق. فلا أدري كيف سيقرأ الرؤية، رؤية الهيئة في 15 سنة في 15 دقيقة، ولكن لعل الوقت يسعفه ونتسامح معه قليلا لأهمية الموضوع، فأدعوكم للاستماع إلى المقاصد والسياسة الشرعية قراءة في رؤية هيئة علماء المسلمين للباحث الدكتور جاسم الشمري، فليتفضل مشكورا. الأخ الأمين عام، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي بعنوان المقاصد والسياسة الشرعية قراءة في رؤية هيئة علماء المسلمين في العراق. تمتاز العلوم الشرعية بأنها مترابطة
وهذا الترابط يظهر بأبهى صوره في العلاقة بين المقاصد الشرعية والسياسة الشرعية. ولا شك أن الشريعة الإسلامية أو مقاصد الشريعة تسعى لتحقيق هدفين أساسيين، هما جلب المصالح والمنافع للناس، وكذلك دفع المفاسد والضرر عنهم. وبالمقابل فإنه في علم السياسة الشرعية مقاصد حددها العلماء يراد منها حفظ الدين وإقامته والمضي قدما في قيادة الدين للسياسة بهدف إصلاح دين الناس ودنياهم. وعلم السياسة الشرعية هو توأم علم المقاصد الذي يعد جوهر العلوم الإسلامية الذي ترتبط به بقية العلوم الشرعية. وإن تفاوت هذا الترابط، ومنه الترابط مع علم السياسة الشرعية الذي يخطط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية، وهو بالضبط ما يهدف إليه علم مقاصد الشريعة. إن السياسة الشرعية تقوم على الشمولية لكل شؤون حياة في علاقات الإنسان ومعاملاته المختلفة في السلم والحرب وما يترتب عليها من أحكام، وعلاقة المستأمنين مع الدول الإسلامية ضمن أحكام النظام الدولي العام والخاص. ومن هذا كانت منطلقات هيئة علماء المسلمين في العراق. وهيئة علماء المسلمين في العراق هي هيئة علمية شرعية سياسية، ولذلك كانت منطلقاتها منضبطة بأسس العلوم العديد من العلوم الشرعية، ومن بينها علمي المقاصد والسياسة الشرعية. والغاية من البحث هي بيان سعي هيئة علماء المسلمين في العراق وجهودها لتطبيق مقاصد الشريعة عبر السياسة الشرعية في نظرتها للواقع العراقي، والسعي للمساهمة في إخراج العراق من المأزق الحالي. وتناولت الدراسة بعض مواقف هيئة علماء المسلمين، وذلك في ضوء المقاصد والسياسة الشرعية. وينبغي التذكير بأن هذا البحث سيختصر على بعض البيانات وليس كل البيانات الموجودة لدى الهيئة، ولن يتوسع في تفصيل الأحكام الشرعية لأن البحث يعني محدود. وقد قسم البحث إلى 7 مطالب. المطلب الأول الموقف من الاحتلال الأمريكي والمقاومة العراقية، المطلب الثاني الموقف من العملية السياسية، وكذلك الموقف من تقسيم العراق، من نهب ثروات العراق، من قتال يعني بعض العراقيين لبعض، والموقف من الطائفية، وأخيرا الموقف من المصالحة الوطنية. أولا المطلب الأول الموقف من الاحتلال الأمريكي والمقاومة العراقية. معلوم أنه في حجج واهية احتلت الولايات المتحدة العراق في عام 2003، ومنها امتلاك العراق لأسلحة محرمة، وقد ثبت بمضي الأيام أن هذه كانت مجرد أكذوبة أمريكية من أجل احتلال العراق لأهداف استراتيجية معلومة بشكل أو بآخر للمتابعين. ومنذ الأيام الأولى كان لهيئة علماء المسلمين مواقف واضحة من الاحتلال الأمريكي للعراق. وربما يمكن أن نشير إلى بداية هذا المواقف في منتصف تموز عام 2004، هذا من أهم المواقف. هذا لا يعني عدم وجود مواقف سابقة، أنا حاولت أن أخذ المواقف المهمة. وهو في ميثاق الشرف الوطني ذكرت الهيئة أو دعت أبناء الشعب العراقي بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم إلى رفض الاحتلال بشتى صوره، كل حسب استطاعته وبالطريقة التي يراها مناسبة ومؤدية لهذا الواجب الديني والوطني. في 9/4/2004 ذكرت الهيئة في بيانها رقم 30 حول الذكرى الأولى لاحتلال العراق: ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى أن يقفوا إلى جانب الشعب العراقي في محنته، وذلك بمطالبة الاحتلال جديا بالرحيل من العراق. وكان لأعلام ورجال الهيئة مواقف واضحة في الإعلام وفي غير ذلك من المناسبات
في رفض الاحتلال الأمريكي، ومن ذلك ما ذكروا ما ذكر أو نقل عن الشيخ حارث ضاري رحمه الله في 20/11/2005 حينما طالب انسحاب القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق فورا، وأيضا ما أكده الناطق السابق لهيئة علماء المسلمين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بشار فيضي في نهاية عام 2005 أن الهيئة حريصة على أن تسير مقاومة في الاتجاه الصحيح وأن لا ترتكب أي أخطأ. وفي 20/3/2006 دعت الهيئة عبر رسالة مفتوحة للعراقيين المشاركة في تحرير بلادهم من الاحتلال الأنجلو-أمريكي الغاشم، وكثير كثير هي المواقف التي كانت يعني مؤيدة لمقاومة ورافضة للاحتلال الأمريكي. مواقف الهيئة كانت نابعة من أصول أو مستندة إلى أصول شرعية وكذلك إلى مواقف وطنية، وبالتالي رأينا أن مواقف الهيئة الموافقة للشرائع السماوية والقوانين الأرضية في ضرورة مقاومة المحتل أصلت لها الشريعة الإسلامية السمحاء في ضرورة مقاومة المعتدي، ومعلوم لديكم الآثار التي تدعو إلى مقاومة الظالمين والمعتدين وغير ذلك، ومنها قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، وكذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وبالتالي انطلقت هذه الهيئة من هذه المنطلقات الشرعية والمتفقة مع كافة الشرائع السماوية والأرضية، ومعلوم أن للشريعة مقاصد، الشريعة الإسلامية لها مقاصد جاءت للمحافظة عليها، وهي الضرورات الخمسة المعلومة للجميع: حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، والمحافظة على هذه الضرورات واجبة على كل مسلم. ولا شك أن الاحتلال يقضي على هذه الضرورات، فهو لا يستطيع الاستمرار ما لم يمحو حضارة وثقافة من يحتله، لذلك يسعى لتشويه الدين وتخريبه. وبالنظر لمواقف السابقة التي ذكرت، ذكرت للهيئة حول الموقف من الاحتلال الأمريكي، نجد أن الهيئة قد انطلقت في هذا الموقف وفقا لمنطلقات شرعية دقيقة، وبالتالي كانت الهيئة تدعو إلى ضرورة رفض الهيمنة الأجنبية، ولا بد من تعزيز إحساس الأمة في رفض الهيمنة الأجنبية. المطلب الثاني كان الموقف من العملية السياسية، ومعلوم أن العملية السياسية هي نتاج المحتل الأمريكي، وهي لم تكن نتاج شعبي، وإنما كانت نتاج للاحتلال الأمريكي، وبالتالي من يرفض الاحتلال الأمريكي بالضرورة أنه سيرفض ما نتج عن الاحتلال وهو العملية السياسية، ومن هنا كانت منطلقات هيئة علماء المسلمين. ومنذ الأيام الأولى للاحتلال تنبهت الهيئة إلى حقيقة اللعبة السياسية في العراق، وفي 16 تموز 2003 أكدت الهيئة في بيانها الأول حول ما يسمى بمجلس الحكم حينها، قسم بأن هذا المجلس قسم الشعب العراقي تقسيما طائفيا. يعني أرجو الانتباه إلى الألفاظ الموجودة في هذا البيان، وهي اليوم نعاني منها، وهذا الكلام في تموز 2003 أن مجلس الحكم قسم الشعب العراقي تقسيما طائفيا، وهذا ما نعاني منه اليوم، وأعطى طائفة معينة أغلبية مطلقة، وهذا أيضا ما نعاني منه اليوم حتى في العملية السياسية المستمرة في العراق، أعطى أغلبية مطلقة على جميع مكونات الشعب العراقي لطائفة واحدة، ودون دون استفتاء، ولا يوجد إحصاء على هذا الأمر، وأن المجلس قد افتتح أعماله بأسوأ قرار، ألا وهو جعل يوم سقوط بغداد واحتلال العراق يوم عيد وطني. ومعلوم أن هذا الأمر رفض بعد أن وجد مواقف شعبية رافضة لهذا الأمر، وقد تنبهت الهيئة إلى هذا الأمر منذ بداية الاحتلال. وللتاريخ ينبغي التذكير هنا ببيان موقف الهيئة من الانتخابات التي جرت بعد العام 2003، ففي 10 من
كانون الثاني يناير 2004 أصدرت الهيئة بيانها المرقم رقم 14 والذي أكدت فيه أنها مع الانتخابات إذا توفرت لها الظروف والشروط الموضوعية لضمان نجاحها ونزاهتها وتمثيلها العادل لكل أبناء الشعب العراقي ومكوناته، غير أنها تشك في توفر الشروط اللازمة لذلك، وما زال هذا الشك قائما حتى اليوم حتى الساعة في هذه الانتخابات. اليوم هنالك من يقول أنه هنالك شك أن الانتخابات لن تكون نزيهة وأنه وبالتالي هذا تنبه للهيئة على هذا الأمر منذ الأيام الأولى. وفي منتصف أيلول سبتمبر 2005 أكد الشيخ الراحل الشيخ ضاري رحمه الله أن الهيئة لا تشارك في الانتخابات القادمة ولا تدعو للمشاركة، لأن من أساسيات وثوابت الهيئة أنها لا تشارك في أي عملية سياسية لأنها لا تريد أن تعطي الاحتلال الأمريكي الشرعي. إن رفض الهيئة للعملية السياسية في العراق جاء من فهم حقيقي للسياسة الشرعية ولم يكن مجرد رفض، عفوا عن اللفظ، عبثي دون وجود سند شرعي ومنطقي للأمر. والعمل السياسي القائم في العراق لم يحقق ما يدعيه من سلام وأمن، أما العمل السياسي الذي تعتقد فيه الهيئة في الظروف الصحيحة فهو العمل القائم على العدل والهادف لنشر الأمن والسلام والرفاهية والكرامة والحرية للإنسان، وهذه مع الأسف في الغالب العام غائبة اليوم عن المشهد العراقي. ومن أهم غايات السياسة تدبير شؤون أمة ورعاية مصالحها، لا بمعنى الختل والتضليل والخداع والمدارات والمناورة. وفي هذا المقام لا يمكن تجاهل سعي السياسة الشرعية لمسايرة التطورات الاجتماعية والسياسية في الأمة. ومن هنا ومن هذه المنطلقات الشرعية والمنطقية، وبعد أن فهمت الهيئة حقيقة العملية السياسية في العراق، خطت الهيئة خطوات كبيرة لإفشال المشروع السياسي في العراق، المشروع السياسي الأمريكي، وإخراجه إلى الحد الذي أعرب فيه قائد قوات الاحتلال الأمريكي صراحة عن قلقه من نشاط الهيئة إزاء ذلك في وقت مبكر من الاحتلال الأمريكي. ومقابل هذا الرفض لعملية سياسية العرجاء في العراق، نلحظ أن الهيئة لم تقف جامدة دون أن يكون لها أي مشروع، وهذا الأمر ينبغي التركيز عليه، بل كان لها مشروع واضح، حيث أكدت في مشروعها الوطني الأول الذي قدم للأخضر إبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وقد تضمن المشروع مقترحات لإنقاذ العراق من محنته، وقد سلم المشروع لإبراهيمي بتاريخ 12/2/2004، وتضمن المشروع تشكيل حكومة عراقية مؤقتة وسحب الميليشيات من الأحزاب الحاكمة واختيار وزراء من العناصر المستقلة والسعي للسيطرة على الأمن وخفض أعداد قوات الاحتلال الأمريكي وتشكيل قوات دولية لمراقبة الحدود. وهذا الأمر أيضا قدم مرة ثانية مشروع آخر للسيد عمرو موسى في 12/8/2004، وأيضا شاركت الهيئة في مؤتمر القاهرة الأول في 2005، وأيضا في مؤتمر القاهرة الثاني في 2006، وفي كل هذه المؤتمرات كانت الهيئة تدعو إلى ذات الثوابت التي نجد اليوم من يحاول أن يكرر هذه العبارات بذات المفهوم الذي انطلقت منه الهيئة. وبهذا يتضح أن منطلقات الهيئة لم تكن منطلقات قائمة على الهوى، وإنما كانت منطلقات مستندة إلى أدلة شرعية ومنطقية في رفض العملية السياسية. وهذا الأمر لا أريد أن أكرر الكلام السابق، تكرر أيضا في الموقف من تقسيم العراق، وكما ذكرناه في رأي الهيئة من مجلس الحكم. أيضا في قضية الحفاظ على ثروات العراق، معلوم أن الهيئة كان لها موقف واضح ومبكر في ضرورة أن تسعى الحكومات الحاكمة على 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 الرغم من عدم الاعتراف بها بضرورة الحفاظ على مقدرات العراق والعراقيين إلى حين تنجلي المحنة الموجودة في العراق.
وفي بيانها المرقم 382 والمتعلق بقانون النفط والغاز الذي أقره مجلس الوزراء ببغداد ويراد منه تمريره عبر البرلمان، حذرت الهيئة من إقرار هذا القانون في البرلمان بعد أن وافق مجلس الوزراء على ذلك. وفي 11 آذار 2007 قال الشيخ بشار فيضي أن قانون النفط والغاز لن يخدم الشعب العراقي، بل هذا القانون لمصلحة شركات النفط، وهذا ما ثبت بعد مرور هذه السنوات الطويلة. ولتأكيد موقف الهيئة من ثروات الهيئة، وجدنا أن قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين أصدر فتوى مهمة وكبيرة في 4/7/2007 من قانون النفط والغاز، أكد فيها على أن النفط من أموال عامة ويجب على الحكومة أن تعمل على إيجاد إدارة موثوقة لهذه الثروات. ومن هذه المنطلقات الشرعية والعقلية وجدنا الموقف الواضح لهيئة علماء المسلمين في ضرورة السعي للحفاظ على ثروات العراق. المطلب الخامس، الموقف من قتل عراقيين، وقد يعني هذا كان من أهم أهداف الاحتلال الأمريكي، هو إثارة الفتنة بين العراقيين في القتل مرة بينهم، مرة باسم الميليشيات، مرة باسم كذا وكذا، وبالتالي إحداث بلبلة ودم بين المواطنين العراقيين. والهيئة منذ الأيام الأولى ذكرت بضرورة الحفاظ على الدم العراقي، وأن لا يسمح للاحتلال الأمريكي بأن يمرر هذا المخطط الخطير في العراق. وفي 28/8/2006 بيّن الدكتور بشار فيضي أن ظاهرة القتل التي تستشري في العراق أسبابها واضحة، فمن جانب هنالك ظلم من الاحتلال الأمريكي الذي ما زال يهيمن على كثير من مقدرات العراقيين، ومن جانب آخر الميليشيات الموجودة في العراق. ومعلوم من هذه المواقف، وهي مواقف طويلة وذكرتها من بيانات الهيئة، أنها تهدف لجلب المصالح ودفع المفاسد عن المواطنين، وكذلك هي من أهم غايات علم المقاصد. المطلب السادس، الموقف من الطائفية، وقد كانت الطائفية هي من كبريات ثمار الاحتلال الأمريكي، ولم تكن هذه الكارثة واضحة في العراق قبل عام 2003، إلا أنها مع الأسف بدأت تبرز بشكل أو بآخر في العراق بعد 2003. ورأينا أن الهيئة في 22/2/2006 كان لها دور واضح وتنبيه مهم للعراقيين في عدم المضي قدما وراء التفجيرات التي جرت في سامراء والكاظمية وغيرها، ودعت العراقيين إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والابتعاد عن هذه المخططات الخطيرة التي يراد منها سفك الدم العراقي دون أي ضابط شرعي أو قانوني. ومن هنا جاءت مواقف الهيئة بخصوص بغض الطائفية والسعي للحفاظ على المجتمع العراقي بعيدا عن هذه النعرات التدميرية. المطلب السابع، دقيقة واحدة، الموقف من المصالحة الوطنية. ومعلوم أن الفتن الموجودة في العراق بعد عام 2003 كانت فتن كبيرة وخلفت جملة من المشاكل السياسية والاجتماعية، وبالتالي حاول الحكماء والفقهاء وأصحاب الرأي السعي لإطفاء نار الفتنة قبل أن تتسع، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليها. ومن هنا دعت الهيئة إلى ضرورة إيجاد أرضية للمصالحة الوطنية بعيدا عن القتلة والمجرمين. وفي منتصف تموز يوليو 2004 وفي ميثاق الشرف الوطني، دعت الهيئة أبناء الشعب العراقي بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم إلى نبذ الخلافات والعمل معا تغليبا لمصلحة العراق التي هي مصلحة المجتمع. وهذا ما أكد عليه الشيخ الضاري رحمه الله في عام 2010 في 11/2/2010. ونلاحظ هنا أن مواقف الهيئة من المصالح بين العراقيين متفق تماما مع مقصد السياسة الشرعية، ومتفق أيضا مع الأدلة الشرعية والنقلية. ومن الأدلة النقلية الداعية للصلح
وأيضا مع الأدلة النقلية الداعية للصلح والتسامح بين المسلمين. وبهذا يتأكد لدينا أن الهيئة كانت سباقة في الدعوة للمصالحة بين العراقيين، وذلك لحقن الدماء، وهذا من أهم غايات الشريعة الإسلامية. أنا ختمت البحث. البحث هو عبارة عن بداية إن شاء الله لكتاب يتعلق بمقاصد والسياسة الشرعية في رؤية هيئة علماء المسلمين. ربما هو الآن هو نصف كتاب لأن البحث كبير. أتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن أتمكن من إكمال هذا البحث، وبارك الله بكم. شكراً الله يسلمك دكتور جاسم الشمري على هذا البحث القيم. ونسأل الهيئة أوحي بعد رسول الله من 2003، وفراسة الهيئة واضحة وثابتة وثاقبة، وهي تحدد الأمور وتعطي مآلات الأفعال قبل وقوعها، ولا شك أن ذلك من الفتوحات الربانية والتأييدات الإلهية، فضلا عن تخصصهم وتمكنهم من علم السياسة الشرعية وعلم المقاصد. أدعوكم إلى قراءة بيانات هيئة علماء المسلمين والحصول على نسخة منها، فهي في 4 أجزاء المطبوع منها لحد الآن، وكلها وثائق. انظروا متى كان الحديث عن الطائفية، انظروا متى كان الحديث عن الفساد المالي والإداري، انظروا إلى كل هذه الأمور المستحدثة متى تحدثت عنها الهيئة، لنعلم أن هذا المؤتمر يشهد لها بالحق والحقيقة للقائمين عليها. وإذا كانت البيانات خالية من الأدلة وخالية من ذكر المقاصد، فإنها حاضرة في ذهن من كتبها وصاغها وراجعها وحررها، وهي حاضرة في ذهن لمن يقرأها ويطلع عليها، لأي واحد عنده مسكة من أصول الفقه أو مسكة من أصول من علم المقاصد، فإنه سيفهم ماذا تقصد الهيئة بهذا البيان. بل إن الناس الآن يتوقعون رأي الهيئة قبل أن يصدر بيان منهم، بسبب معرفتهم بثوابتها ومبادئها التي لم تخرج عليها من يوم تأسيسها إلى يومنا هذا، فهنيئا لهم بهذا الثبات. ننتقل الآن إلى البحث الثالث في هذه الجلسة، وهو بعنوان الدراسات المقاصدية الحديثة والمعاصرة في العراق، بحث استقرائي وصفي، يقدمه الدكتور محمود مهدي الحيالي، دكتوراه في أصول الفقه من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. فليتفضل الدكتور محمود الحيالي ليحدثنا عن الدراسات المقاصدية الحديثة والمعاصرة في العراق في بحثه الاستقرائي الوصفي، فالوقت معه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن علم المقاصد علم عظيم القدر لكونه يختص بأسرار التشريع، وله غاية جليلة هي معرفة المقصد من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يريد، فمجال الاجتهاد فيه كبير إذا لم يجد العالم في المسألة نصا، ويكون ذلك بمقتضى المقصد الشرعي من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو ما كان بابا إلى أحدهما. وقد هدفت في هذا البحث إلى العناية بجهود العلماء وطلبة العلم العراقيين في مجالات المقاصد الشرعية، وفاء مني لمقتضيات توثيق الجهد الكبير المبذول في هذا المجال، ولا سيما في السنوات الأخيرة، فضلا عن محاولة تعزيز البحث في هذا الفن النبيل من الفنون الشرعية والتمكين له بين الدارسين في العراق. ويعد الكشف الميداني لما كتب في هذا المجال من دراسات مقاصدية في العراق من رسائل جامعية وكتب وبحوث محكمة قضية هامة لكل من ينشد مضان البحث المقاصدي في العراق. ومن هنا جاءت فكرة البحث، فهي تقوم على جرد استقصائي كتابات الباحثين وطلبة العلم الذين اعتنوا بهذا الإطار المعرفي المهم في رفض العملية الاجتهادية وتعزيزها. وقد قمت بجرد الرسائل الجامعية المعنية بالدراسات المقاصدية في عينة بحث شملت كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، وكلية العلوم الإسلامية في الجامعة العراقية، وكلية الإمام الأعظم رحمه الله، فضلا عن جرد البحوث المحكمة
التي أعدها باحثون عراقيون في المجلات العراقية والعربية، والكتب العلمية التي اهتمت بالدرس المقاصدي وتناولتها بالعرض الوصفي لمحتوياتها وطرائق عرضها بقدر الاستطاعة، وبلغ عدد الرسائل الجامعية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه 42 رسالة، وبلغت البحوث المحكمة 41 بحثا، والكتب العلمية 3 كتب. وقد يفوتني بعض ما يتعلق بهذا البحث من دراسات مقاصدية، فلعل بحثا أو دراسة قد كتبت وفاتني ذكرها والتنويه إليها بحكم ظروف إعداد البحث عن بعد من خارج العراق وما يكتنف هذا من مصاعبه. وبانتهاء استقراء وعرض الدراسات المقاصدية الحديثة والمعاصرة في العراق بأقسامها 3، رسائل الماجستير والدكتوراه والكتب والبحوث العلمية، نخلص هنا إلى بيان بعض الملاحظات النقدية العامة لهذا الجهد الواسع. ولا بد من الأخذ بالحسبان هنا أن هذه الملاحظات هي بمثابة خطوط عامة وانطباعات مأخوذة من الشكل الظاهري لنصوص المواد العلمية التي تضمنتها الأقسام 3 متقدمة الذكر. وفيما يأتي بيان هذه الملاحظات التي سجلت على هذا الجهد. أولا، القصور في دراسة المقاصد في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويظهر هذا القصور من قلة عدد الرسائل المعنية بهذا الجانب أسوة بالجوانب الأخرى المدروسة. ثانيا، قلة الكتب العلمية المتخصصة المؤلفة في هذا العلم، وعدم الانتباه إلى التناول المختص خارج سياق البحث العلمي لنيل الشهادات العلمية والبحوث المحكمة لأغراض الترقية العلمية، فالناظر فيما بذل في هذا السياق لا يجد غير 3 كتب للدكتور طه جابر العلواني والدكتور بشير مهدي الكبيسي والدكتور صالح قادر الزنكي، وأحدها كتاب منهجي مقرر في إحدى الجامعات، وهو كتاب علم مقاصد الشريعة للدكتور بشير الكبيسي. ثالثا، سعة مجال بحث الموضوعات المقاصدية في البحوث العلمية المحكمة، فقد تبين لنا من خلال الاطلاع عليها أنها قد اهتمت بجوانب عدة وتنوعت في مجالات كثيرة، وهي خطوة جيدة نحو تنمية هذا العلم مع ملاحظة تكرار بعض العناوين وتشابه طرق البحث فيها، بما يفقد هذا التنوع وتلك السعة المقاصدية المتوخاة منها. رابعا، العناية بالشخصيات المقاصدية وإبراز أثرها في نشأة المقاصد وتأريخها وتطورها وتطور مباحثها، وهي عناية محمودة ومباركة، ولكن يؤشر عليها عدم الانتباه إلى توثيق جهود بعض علماء العراق المحدثين والمعاصرين في هذا المجال، باستثناء الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله الذي تمت دراسة جهوده في هذا المجال في رسالة علمية. خامسا، ملاحظة التوجه نحو الدراسات المقاصدية في مجال المعاملات المالية والجوانب الاقتصادية في مقابل قصور في مجال الدراسات المقاصد في السياسة الشرعية والنظام الإداري. سادسا، تكرار بعض العناوين وإعادة بحثها عدة مرات على الرغم من إمكانية الوقوف على أنها قد بحثت من قبل، ولا سيما أن مساحة البحث محصورة في العراق وفي الجانب الأكاديمي في الغالب. أما نتائج البحث فيمكن أن نوجزها في النقاط الآتية: أولا، التوجه الكبير نحو الدراسات المقاصدية على مستوى البحوث العلمية والرسائل الجامعية في السنوات الأخيرة في العراق، وهو أمر محمود وله آثاره الإيجابية مستقبلا. ثانيا، التنوع الكبير في تناول موضوعات المقاصد في مختلف جوانبها، والاهتمام بالمقاصد اهتماما ينم عن إدراك ما لهذا العلم
من أهمية عظيمة في حياة الناس والمجتمع. ثالثاً، تسجيل ملاحظات سلبية فيما يتعلق بالتكرار الملاحظ في بعض الموضوعات والقصور في ولوج مجالات بحث مقاصدية مهمة، ولا سيما في الدراسات المتعلقة بمقاصد القرآن والسنة. رابعاً، ضعف الإنتاج العلمي في مجال المؤلفات والمصنفات في المقاصد خارج إطار البحث الأكاديمي ومقتضياته. خامساً، رصد الحاجة الماسة لدراسة أو دراسات معمقة لمجموع الإنتاج المعني بالمقاصد في العراق للتعرف على طبيعته وتوجهاته ومستوياته ومدى خدمته للحركة العلمية وسبل ارتقائه إلى الإبداع والابتكار في إطار الضوابط الشرعية. وأخيراً أسجل شكري للجميع وبارك الله فيكم. شكراً للدكتور محمود الأحيالي على بحثه القيم حول الدراسات المقاصدية الحديثة والمعاصرة في العراق ببحث استقرائي وصفي نحسبه شاملاً بهذا الاستقصاء وهذه الدراسة النقدية والمنهجية، ويمكن لك فيما بعد أن تضيف أو أن يضيف الباحثون إلى جهود العراقيين هذا المؤتمر، فهذا المؤتمر أيضاً جهد كبير، خاصة إذا صدر عنه كتاب المؤتمر فإنه يحسب على الدراسات الحديثة والمعاصرة للدرس المقاصدي في العراق. فلم نسمع يعني من قبل بمؤتمر عن المقاصد مثلا في العراق، أو أن العراقيين اهتموا بهذا بشكل يعني محفل علمي كالذي اجتمعنا فيه. فيعني وهناك العديد مؤتمرات الشرعية مثلا أو الفقهية، ولكن تخصيصها بالمقاصد يبدو هذا سبق يحسب لهيئة علماء المسلمين والقسم العلمي فيها على هذه المبادرة التي أسعفت هذا العلم في تجديده وإظهاره للناس وتعليم الناس أن هناك مقاصد علم من العلوم ينبغي الاعتناء بها حاضرا ومستقبلا. المؤتمرات التي يشهدها العراق هذا اليوم مؤتمرات انتخابات ودعايات للأحزاب بعيدة كل البعد عن هذه التوجهات التي يحتاجها الشارع العراقي في مآلاته الدنيوية والأخروية. ننتقل إلى البحث الأخير في هذه الجلسة والأخير في هذا المؤتمر، وهو قراءة مقاصدية في بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق المتعلقة بالجيش والشرطة. يقدم هذا البحث المتميز بعنوانه الدكتور ثامر خالد العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. فالحديث معك دكتور ثامر العلواني في قراءتك المقاصدية في بيانات هيئة علماء المسلمين فيما يتعلق بهذا الموضوع الشائك، وهو قضية الجيش والشرطة، فلتتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي أيها السادة يهدف إلى بيان حقيقة موقف الهيئة من تشكيل الجيش والشرطة في العراق من خلال بياناتها ومواقفها الرسمية المعلنة، ومن خلال فتاواها وتصريحاتها الصحفية، ورؤيتها في كيفية هيكلة هذه الأجهزة لحفظ وحدة البلاد والمحافظة على مقدراته وكرامة شعبه وحقوقه الإنسانية، والتحذير من تأسيس هذه الأجهزة على أسس طائفية وعرقية تجر البلاد إلى ويلات الحروب الداخلية وإشعال الفتن الطائفية. ويهدف البحث كذلك إلى تفنيد ما نسب للهيئة زورا وبهتانا من أنها أصدرت فتوى بعدم جواز الدخول في الجيش والشرطة. ثم أسلط الضوء على المقاصد التي حاولت الهيئة ترسيخها وإبرازها من خلال بياناتها وتوافقها مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ومقارنتها بواقع الأجهزة الأمنية التي أسست عقب الاحتلال، وتقييمها بما يتلائم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك جاء البحث بعنوان قراءة مقاصدية في بيانات هيئة علماء المسلمين فيما يتعلق بالجيش والشرطة. وبداية، كما تعلمون فإن الهيئة تأسست بعد أن ابتلي العراق في سنواته الأخيرة
باحتلال غاشم قادته الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ينكر أحد أن الاحتلال كان بداية الألم لكل العراقيين، بداية السنين العجاف التي أكلت من أعمارنا أغلاها ومن سعادتنا أجملها، ولا تزال جائعة تنهش أجسادنا وتحصد أرواحنا. بعد أن عاث الاحتلال في الأرض الفساد، فشتت أهله ومزق مجتمعه واستباح حدوده وقتل أبناءه وفرض حكومات قادت البلاد إلى الهاوية، فمآسينا يا سادة ومآسي إخوتنا العراقيين ومآسي المشردين والمنكوبين والمستهدفين بسبب هذا الكابوس الأطول في حياتنا الذي جثم على صدورنا 15 سنة، ونسأل الله سبحانه أن يخلصنا منه ومن آثاره. فتأسست الهيئة في ظل ظروف استثنائية لتكون أول تنظيم شرعي سياسي اجتماعي يضم مجموعة من العلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية، يساعدهم ويسندهم بذلك أهل الاختصاص لسد الخلل الكبير الذي سببه الاحتلال وغياب السلطة الأمنية ونشر الفوضى وسقوط الأحزاب السياسية في شرك الاحتلال وخلو الساحة آنذاك عن الوقوف بوجه المشروع الأمريكي الاحتلالي. كل ذلك كان من الهيئة امتثالا لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد اعتمدت الهيئة عدة وسائل لتوثيق ما يحصل في العراق، وكان أبرزها البيانات إلى جانب التصريحات الصحفية والرسائل المفتوحة والفتاوى. فالبيانات يا سادة وثيقة رسمية وتاريخية تبين الموقف الرسمي للهيئة من هذه القضية أو تلك، وفاضحة لألاعيب المحتل وأعوانه، وكاشفة لكذبهم، موثقة لجرائمهم، فضلا عن كونها تثقيفية وتوعوية للناس ومرشدة ومحذرة لكل القضايا المفصلية والمهمة في العراق. ولذلك كان عدد البيانات قد تجاوز 1300 بيان، وكان منها ما يتعلق بالجيش والشرطة. أما فيما يتعلق بحقيقة الموقف، موقف هيئة علماء المسلمين من تشكيل الجيش والشرطة، فقد حاولت بعض الجهات المريضة نشر إشاعات كاذبة وافتراءات على الهيئة لغايات كثيرة، منها التلبيس على الناس ومحاولة الهروب من تحمل المسؤولية، لكن هذه الأسباب كلها تجتمع عند تبرير المشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق. ومن جملة ما أشاعوه هو منع أهل السنة بفتوى من هيئة علماء المسلمين أصدرتها بمنع الدخول في الجيش والشرطة، لكن بالنظر إلى مواقف الهيئة من بياناتها وتصريحاتها وما قاله الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله، يبين زيف هذه الكذبة وهذا الادعاء الذي سعت إليه بعض الجهات المريضة. ومنها بيان رقم 13 الصادر في 2004، حيث جاء في بيانات الهيئة في هذا البيان حصرا ما نصه: إن إعادة تشكيل الجيش ضرورة وطنية ينبغي الإسراع فيها وأن تتم على أسس وطنية محضة. وهذا البيان لو اكتفينا به فهو كاف في تكذيب دعوى ما نسب للهيئة. ويمكن أن نسنده في البيان الثاني، بيان رقم 59 الصادر أيضا في 2004 لكن في شهر 10 والأول كان في شهر 1، صرحت الهيئة فيه أنه لا بد من وجود أجهزة توفر الأمن والاستقرار من الشرطة والجيش، من عناصر وطنية نظيفة تحرص على الهدوء والطمأنينة بعيدا عن الميول والفئوية. وهذا البيان يعزز الذي سبقه. أما ما صدر عن الهيئة من فتوى، فقد أصدرت الهيئة فتوى بتاريخ 2004 شهر 11 في عنوان فتوى ونداء، وأقتصر منها على ما يخصنا في هذا المجلس. جاء فيه، وقبل ذلك لم تتطرق فيه الهيئة إلى منع الدخول في الجيش والشرطة، وإنما كانت توجه هذه الأجهزة إلى حفظ الأمن والالتزام بواجباتها التي قصد من تشكيلها حفظ الأمن وحفظ الناس. جاء نصه: ونحن بهذه المناسبة
نوجه نداء إلى أبناء القوات العراقية من الحرس الوطني وغيره، نطالبهم فيه الحذر من ارتكاب هذا الخطأ الجسيم في اجتياح المدن العراقية تحت راية قوات لا تحترم دينا ولا مبادئ إنسانية. وفي سؤال وجه للشيخ الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله، ما قولكم في إصدار فتوى تمنعون فيها أهل السنة حصرا من الدخول في الجيش والشرطة؟ فأجاب رحمه الله قائلا: لم نصدر فتوى بمنع دخول الجيش والشرطة في أي مرحلة من مراحل سياسة الهيئة، وأما ما يشاع من أننا أفتينا بذلك فهو كلام غير صحيح يشيعه من في قلوبهم مرض، وهذه الإشاعة الكاذبة للأسف انطلت على الكثير ممن نحسن الظن بهم في الداخل والخارج، فلم نصدر فتوى في الماضي ولن نصدر فتوى الآن بعدم دخول الجيش والشرطة، وهذه كما أظن كافية لإدحاض ما فري على الهيئة بهذا الخصوص. أما ما يتعلق في مقاصد الهيئة من خلال بياناتها المتعلقة بالجيش والشرطة فكانت تهدف إلى عدة مقاصد، من أهمها أولا ضرورة وجود قوات عسكرية وأجهزة أمنية رعاية للمقاصد الشرعية الخمس، كما أكدت ذلك في بيانات كثيرة، منها بيان رقم 13 حيث جاء فيه: إن إعادة تشكيل الجيش ضرورة وطنية ينبغي الإسراع فيها وأن تتم على أسس وطنية. وفي بيان رقم 59 قالت: نظرا للظروف التي يمر بها العراق والأوضاع الحرجة التي سببت فقدان الأمن، ونظرا إلى ضرورة وجود الحماية الأمنية على المجتمع من الأجهزة المختصة، فإن اللازم أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها في حفظ المواطنين وتمنح المواطن القدرة على التعبير عن إرادته الحرة في تقرير مصيره واختياراته. فبينت أن المقصد من وجود الجيش والأجهزة الأمنية هو حفظ الأمن الداخلي والخارجي، وهذه المؤسسات موصلة إلى حفظ الضرورات التي راعت الشريعة الإسلامية حفظها، لذلك أرادت الهيئة إظهارها وإبرازها والتأكيد عليها في بياناتها لتعزيز ثقافة احترام هذه الضرورات لدى الأفراد، لأنها من ركائز المجتمع الرئيسة التي جاءت مقاصد الشريعة لحفظها. ومما حذرت الهيئة منه لكونه يتضارب مع المقاصد التي شكلت من أجلها هذه الأجهزة، وهي بناء الجيش على أسس طائفية أو عرقية، فجاء في بيانها: وإنما يحاول الأمريكيون فعله من تأسيس الجيش الحديث وفق نسب طائفية أو عرقية مرفوض جملة وتفصيلا، وهو لا يخدم سوى الأهداف الاستراتيجية لأصحاب هذه الفكرة. وقد كشفت الهيئة أن المقصد من فكرة المحتل هو استخدام الجيش لغير مقصده المشروع من حفظ الناس والحرص على أمنهم إلى إعدامهم والتنكيل بهم. وقد فضح الشيخ حارث الضاري رحمه الله نوايا المحتل ومقصده من خلال هذا التشكيل فقال: ويبدو لي أن الاحتلال ميال إلى الحرب الطائفية بوجوده، ويريد أن يتصارع العراقيون فيما بينهم، وإن قوات الاحتلال ترعى الإرهاب والحرب الأهلية، وهي على علم تام بما تقوم به الأجهزة الأمنية من اغتيالات ومداهمات وتعذيب. ثانيا من مقاصد بيانات الهيئة درء مفسدة انحراف الجيش والأجهزة الأمنية عن واجباتها ومقاصدها، وقد رصدت الهيئة في بيانات عدة منها بيان رقم 65 وبيان رقم 113 انحراف بعض أفراد الأجهزة الأمنية عن مقصدها الرئيس ووقوعها في شرك مخطط الاحتلال الأمريكي، فبدل أن تحرص على حياة المواطنين أخذت ترعبهم وتعتقلهم وتقتلهم، متبعة في ذلك فكر الاحتلال والنهج الطائفي الذي زرعه المحتل وبعض الأحزاب الموالية له. وقد استنكرت الهيئة هذا الإجرام وعدته مخالفا لضوابط الشريعة الإسلامية التي نهت عن ترويع المسلم ولو بالإشارة بالحديدة وحرمته، لأنه بذلك يستحق لعن الملائكة، فما بالك
بالذي يطلق الرصاص، وما بالك بمن يروع الآمنين ليلا ثم يخطفهم فيعتقلهم ثم يقتلهم بلا ذنب ظلما وعدوانا كما فعلوا ذلك في أغلب مناطق العراق. ثالثا، من مقاصد بيانات الهيئة أن تحقيق الأمن لا يقتصر على الإجراءات العسكرية والأمنية فحسب، وإنما لابد من إجراءات سياسية ودستورية واقتصادية وثقافية هادفة تحيط بالمجتمع وبكل شخص فيه، وتوفر له الحرية في الاختيار والعدالة الاجتماعية بعيدا عن السياسة الطائفية والإقصائية. وأكدت الهيئة دائما على ضرورة توفر هذه الوسائل مجتمعة للحصول على الأمن والأمان في ظل دولة تحترم حقوق مواطنيها وتعمل على راحتهم واستقرارهم وعدم شعورهم بالعوز. عند ذلك سيكون التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع. كل ذلك يمكن أن نأخذه من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أهم ملامح البحث المقدم في هذا المؤتمر، والذي جاء وفقا للعنوان العام لمؤتمر الهيئة الثاني. شكرا لكم، وعذرا إن كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، على بحثه القيم في قراءة مقاصدية في بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق المتعلقة بالجيش والشرطة. وأود التنويه إلى أن الهيئة لا تسمي هذه البيانات والتصريحات على أنها فتاوى، وإنما الفتوى لها قسم خاص في الهيئة، غير القسم السياسي وغير القسم العلمي وغير الأقسام الأخرى. فالهيئة هيئة شرعية مبنية على رؤية مقاصدية وفق علم السياسة الشرعية. لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم جميعا السادة الباحثين الفضلاء على ما قدموا من أبحاث قيمة خدمت هذا المحور المهم حول الدراسات المقاصدية في العراق، فشكرا جزيلا لهم. ولا يكتمل الحديث إلا بفتح الحوار معكم والمداخلات، والحديث عن بيانات الهيئة ما زال حارا، لا يكتمل إلا بالاستماع لحديث بياني نطلبه باسم المؤتمرين من فضيلة الشيخ محمد بشار الفيضي على جهوده المباركة في هذه البيانات التاريخية المهمة، فالحديث معه إن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فابتداء لابد من توجيه الشكر الكبير للإخوة القائمين على إعداد هذا المؤتمر، وعلى رأسهم السيد الأمين العام، كانوا موفقين في اختيار العنوان. فالمقاصد الشرعية هي روح الشريعة، وما شذ من شذ من المسلمين إلا حينما أهملوا هذه المقاصد. مشكلتنا اليوم في التعامل مع النص الشرعي، ولو استقرأنا هكذا بشكل عاجل أحوال المسلمين في التعامل مع هذا النص، فإن نجد هناك ثلاثة أنماط: نمط التشدد والتطرف الذي يقود إلى التكفير والتبديع وإقصاء المسلم وهدر كرامته، ونمط الإفراط في المرونة بحيث تنتهك أحكام الشريعة ويتم للأسف التجاوز على قواعدها الكلية وحتى أحكامها الفرعية. وهناك نمط يسمى اليوم الاعتدال أو الوسطية، وأنا أسميه هو النص الشرعي كما هو دلالة ومقاصد. فقط جرد النص الشرعي من النمط الأول من التطرف والتشدد، وجرده من النمط الآخر الذي ذكرناه المبالغة في المرونة، ستقف على النص الشرعي الصحيح، وهو كما أراده الله ورسوله.
وأنا دائما أقول الشريعة الإسلامية بحد ذاتها جذابة حتى لا تحتاج إلى دعاة. لو عرضت كما هي من غير مغلفاتنا لاستقطبت الناس جميعا. وأحيانا يطيب لي أن أشبهها بقطعة الحلوى. قطعة الحلوى ما دامت مغلفة لا يرد عليها النمل، لكن لو فتحت هذه القطعة ووضعتها ستجد أسراب النمل تأتيها من كل مكان. لماذا؟ لأنك بإزالة الغطاء أظهرت معدنها وهي الشهية تستقطب هذه المخلوقات. مع الفارق، هذا هو الإسلام. لو تركناه بعيدا عن رؤانا الخاصة وبعيدا عن أيديولوجياتنا وبعيدا عن تفكيرنا السياسي أحيانا والحزبي وعرضناه كما هو، صدقوني لم نحتج معه إلى دعوة وإلى إعلام. سنجد الناس تنقاد إليه لما فيه من خواص الجذب وخواص شد الانتباه. لكن كما قلت، المشكلة في إساءة التعامل مع النص الشرعي وفي غياب فهم المقاصد الذي يتعرض إليه هذا المؤتمر الطيب. أنا أذكر حديثا فقط على سبيل المثال، وإلا النصوص في هذا المجال كثيرة يصعب حصرها، ولم يقصر إخواننا الباحثون أمس واليوم في ذكر نماذج طيبة. أذكر حديثا نبويا معروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في حال سفر طاعنا في السن يمشي وتمشي دابته بجواره. وهذا غريب، يعني أنت في سفر وطاعن في السن وعندك دابة ولا تركبها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، فجاءه الجواب من بعض أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، إن هذا الرجل نذر أن يحج لله ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث عظيم: مروه فليركب، فإن الله غني عن أن يعذب نفسه. هذا الرجل لم يفهم مقصد الشريعة من الحج، وظن أن المقصد هو المشقة، فأراد أن يعذب نفسه كما يفعل اليوم كثيرون، يعذبون أنفسهم من خلال عبادات وطقوس يظنون أنها تزيد في الأجر. هذا الأمر ليس كذلك. المقصد من الحج ليس هو جلب المشقة. ولذلك لما تغيرت وسائط النقل من الدابة إلى السيارة إلى الطائرة، والطائرة يعني ليس فيها مشقة إلا القليل، لم يجرؤ أحد من العلماء ويقول إن الحج باطل، لأنه جلب المشقة ليس مقصودا في الحج. وهكذا نقيس على بقية الأحكام والشرائع. أريد يعني أيضا أن أثني على الإخوة الباحثين لهذه الجلسة خاصة. أنا أشكر الإخوة القائمين بتوجيه دعوة لي لحضور هذا المؤتمر لأهميته، وهذه الجلسة بالنسبة لي مهمة جدا، خاصة أن اثنين من الأخوين الإخوة الباحثين تطرقوا إلى موضوع بيانات هيئة علماء المسلمين، وأنا كنت سابقا جزءا من الطاقم الذي يقوم على إصدار مثل هذه البيانات. شكرا للدكتور جاسم، وشكرا مضاعفا للدكتور ثامر الذي أحسن اختيار موضوع الجيش والشرطة نموذجا، لأنه مما ظلمت بشأنه الهيئة كثيرا، والرجل أعتقد استعرض الأمر استعراضا جيدا ونبه إلى حقيقة الموقف. أريد أن أقول أثناء العمل على إعداد البيان، وهي مهمة ليست سهلة، في المواقف المهمة نحتاج إلى اجتماع ومن كبار قيادات الهيئة وتتباحث حول هذا الشأن. وأستطيع أن أقول في كل جلسة حوار ونقاش لإعداد بيان لم يكن يغيب إطلاقاً موضوع مقاصد الشريعة. أحياناً يذكر هذا الموضوع بالنص، وأحياناً يراعى ضمناً بحكم الخبرة والكفاءة الموجودة لدى قيادات الهيئة للوصول إلى البيان المناسب لهذه المرحلة. ولذلك أي باحث يقرأ بيانات الهيئة من بدايتها وحتى لحظة انسحابي منها
وأنا متأكد أن من بعدي سار على النمط نفسه، لكن أريد أن أتكلم بما أعرفه يقينا، يجد أن بيانات الهيئة أشبه بالمنظومة الواحدة أو الصورة الواحدة، لا تجد أبدا تناقضات، لا يوجد هناك لاحق ينسف السابق، أو لا توجد محطات تثير الاستغراب أو تبدي تناقضا في المواقف، لا بالعكس ستجدها جميعا وكأنها صورة واحدة. لماذا؟ لأنها مع مراعاتها للنص الشرعي كانت أيضا تراعي المقاصد الشرعية. فأشكركم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما تتحفون هذه المؤسسة بمزيد من المؤتمرات النافعة والماتعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الشيخ محمد بشار فيض على هذه المداخلة المهمة في وقتها ومكانها. وأنقل حديث بطلب للأستاذ الدكتور حسن يشو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فالشكر موصول لكافة المتحدثين والذين أصابوا كبد الحق والصواب. فهذه جملة إن شئتم من الدرر بين يدي هذه الكلمات. ذكر أحد الفضلاء أنه لا بأس من تكرار البحث في موضوعات مطروقة. نحن في منهجية البحث العلمي نشترط الجد والابتكار، وأن يبين في المقدمة أن البحث حيوي فيه عنصر الإضافة. وعندنا جملة مغربية من قبل شهد البوشيخي المعروف بالدراسات المصطلحية، قديما كان يقول لنا: لا نحرث في الأرض المحروثة. إذا حرثها غيرنا فلا داعي لإهدار الجهد أن نوظفه في باب آخر. لكن وضعت مع الزمن قيدا لشيخنا الشاهد البوشيخي، فقلت إن الأرض التي لم يتقن حرثها قابلة لأن نعيد حرثها، وحتى نقدم أبحاثا حيوية تتصل بواقعنا المعيش وتقدم حلولا واقعية. المسألة الثانية، جميل أن يذيل ويطرز هذا المؤتمر بارتباطه بالواقع السياسي وبالضبط شأن العراقي، لأن مادة المقاصد هي تؤتي ثمارها أكثر في الشأن السياسي، ابتداء من الدولة. فالدولة عندنا هل هي مقصد أم وسيلة؟ فنحن نقرر أنها وسيلة، قد تكون مقصدا عند غيابها لكنها وسيلة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وسيلة لتحقيق مراد الله ومقاصد الشارع. وعندنا قاعدة مقاصدية حاكمة في باب السياسة الشرعية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وعندنا حتى في السنة النبوية وفي مقاصد الشريعة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ليست على نمط واحد، أنا سميته في بعض محاضراتي بمواقع الخطاب النبوي. فيه أفرد شهاب الدين القرافي كتابه الإحكام، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا مفتاح نقرأ به بعض التصرفات النبوية. عندي نص حديث على سبيل المثال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فمن نظر إلى الحديث في متنه على أنه مضطرد ولكل أحد الحق في أن يحيي الأرض، يحفر بئرا ويمتلكها،
فقد تعم الفوضى في البلد لشأنه النظام، والنظام مقصود الإسلام كما يذكر طاهر بن عاشور في المقاصد. فأعجبني رأي الحنفية بالضبط في النظر إلى الحديث على أنه كان بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإمامة لا من جهة الرسالة، أي في كونه إماما قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من قتل قتيلا فله سلبه، إلى آخره. بمعنى في زمننا نحتاج إلى إذن الإمام، لأن التصرف كان بمقتضى الإمامة لا بمقتضى الرسالة. جميل أن تخوض المقاصد المعترك السياسي، وعيب عند بعض المشايخ أن يكون لديهم قشور يعني ماشي يعني في لأن القشور بغياب اللب اللي هي مقاصد الشريعة، أن يفتي على سبيل المثال لا أذكر اسمه في القضية الفلسطينية بأن المتغلبة هي إسرائيل وأنها صارت دار حرب، بمعنى وجوب خروج الفلسطينيين من هذه الأرض إلى دار الإسلام. يا سلام، يعني يخدم الأجندة يعني الإسرائيلية وكذا. جميل أيضا في المسألة المقاصدية وارتباطها بالشأن السياسي في قضية التطبيع، في من يؤصل لزيارة القدس وللنصوص المستفيضة في هذا الباب، لكن هو بمنأى عن المآلات في الشأن الدولي الآن، لأن الزيارة تطبيع، وهذا يضفي، والتطبيع بكل حيثياته يطيل من عمر الاحتلال. وأظن هنا يتنزل موقف الهيئة من العملية السياسية في العراق، هذه تحتاج إلى مزيد من التأصيل ومن التفعيل. في النص القرآني الله تعالى ذكر ليتدبروا آياته، يعني نتدبر النص القرآن. فلذلك نقول لطالب العلم وكل مسلم له أربعة أوراد: ورد القراءة، قراءة القرآن تلاوة، وورد الفهم، فهم النص مراد الله عز وجل، وورد التدبر. نحن ننسى التدبر، تدبر النص القرآني حتى نتماهى مع المقصود ولا نخرج عن المقصود. ليش يعني نتحدث عن المقاصد في التفسير؟ لأن بعض المفسرين كرروا الموروث التفسيري، تجدوا عند الطبري، عند القرطبي، عند كذا، يعني مكرورات يعني كثيرة ومملة في أغلب الأعم، ومحشوة باستطرادات وروايات الضعيف والغث والسميل. فمن يقرأ ويقول هذا التفسير بالمأثور، لكنه ينصرف عن مقصود النص، ينصرف عن مقصود النص، إما بالمعترك الكلامي أو بحضور الدرس اللغوي واحتل النص القرآني فصرفنا عن مقصود القرآن. بل كان لفت الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه في المدارسة التي أجراها الشيخ عمر عبيدة حسن، كيف نتعامل مع القرآن، إلى مسألة لفتتني في وقت مبكر اللي هي العناية بالتجويد والقراءات. هي تخدم النص القرآني، لكن تقوقع على التجويد هو تقوقع على اللفظ. يعني وين المراد؟ ما شاء الله صوات ندية وتجويد للقراءة، هذا خادم، احنا لا ننكره حتى لا يفهم غلطا، لكن الاقتصار عليه وبطر الوصل بيننا وبين مراد الله، مراد الله أولا. فلذلك نحن في حاجة إلى الانصراف إلى مقصود الله بوسائل مختلفة. وأعجبني في قضية التدبر أني زرت الشيخ عناية الله اللي كان قدم تراث الإمام الفراهي، فهو كانت له حادثة ما يستطيع الكلام، فقلت له: مولانا أعطيني شيء في دراسات القرآن للتدبر ولو بكلمة. قال: للتفكير.
ليش؟ لأن أبا الحسن الندوي في المدخل لدراسة القرآن أشار عند التدبر اترك كتب التفسير، لأنك لما تقرأ ابن كثير فأنت تكون محصور برؤية ابن كثير، تمشي وانت عندك نظارة تنظر بلونه، كأنك حددت حصرت في فكرك. ولهذا الشيخ حسن البنا لما سأله أحد أن أحسن مصدر في التفسير قال قلبك. قلبك لما يكون القلب يعني خاليا من ما يعكر صفوه يتسع لأن ينفتح على هذه النكات وأسرار القرآن. أخيرا في موضوع المقاصد فيه مراعاة المآلات، وهذه مسألة مهمة التفت إليها حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سئل عن جاه واحد يسأل هل القاتل من توبة، فنظر في عينيه. شوف الفقيه ليس يأخذ الألفاظ وينزلها مباشرة على كل نازلة، شاف أنه كأنه يبحث عن رخصة، فقال له ليست له يعني ليست له توبة. وبعدين سأله أهل طلاب العلم هل القاتل، قالوا من يمنعه من أن يتوب؟ وليش يعني قلت له ليس؟ قال هذا رأيت أنه لم يقتل، كان يريد يأخذ الفتوى يمشي يأخذ الثأر يقتل ويمشي لبيك اللهم لبيك ويشرب ماء زمزم ويا رب ارحمني واغفر. فالفتوى نظرت إلى المآل. فلهذا أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات يقول بالحرف، يقول قبل الجواب على السؤالات لابد من مراعاة المآلات. قبل الجواب على يعني السؤال لابد من مراعاة المآل. شيخ الإسلام تمثلها في زمن التتار الذين عاثوا في الأرض فسادا، مر عليه بعضهم وهو الكاتب في الحسبة والأمر بالمعروف ونعل المنكر، وكان ما مر على منكر إلا يعني نهى عن حتى مات في السجن، فما نهاهم عن شرب الخمر، فعاب عنه الفقهاء، بعض الفقهاء اللي عندهم نص الدليل الجزئي، فقال لهم هؤلاء اللي يشربون الخمر دعوهم يشربون الخمر، فإن الخمر حرمها الله لأنها تصد عن ذكر الله، أما هؤلاء فإنها تصدهم عن ذبح وقتل المسلمين. بمعنى أن الفقيه لما يدعوه ويصحو فهو عمله وديدنه أن يقتل في المسلم شرب الخمر ويبقى غائبا عن ذبح وقتل. هذا فقه الفقه، هذا فقه الفقه الذي يحتاجه كثير من المشايخ. أخيرا الإمام المازري صاحب المعلم بفوائد مسلم لأصحاب الحديث، بعض المغاربة اعتنوا بمسلم أكثر من البخاري وهذا شاع عنهم، وذكروا أسبابا في حسن الصناعة لا في وثقية النص، لكن أنا دائما أذكر سببا آخر، لأن المغاربة كانوا مالكية من عهد المولى إدريس الذي كان يحفظ الموطأ، مالكية وعندهم فقه كانوا يحتاجون إلى الحديث فآثروا مسلما لأنه كان مجرد من الأبواب، أما البخاري فكان فيه تراجم وقالوا فقه البخاري فيه تراجم ونحن عندنا الفقه. فالمعلم هو شرح مسلم يعني فيه بعض الفوائد على مسلم، هو لما نظر إلى البسملة، الإمام مالك على فكرة يقول بعدم قرآنية البسملة في الفاتحة، الإمام الشافعي بوجوبها، إمام الشافعي من لم يقرأ البسملة صلاته باطلة، الإمام مالك يكره من يقرأ البسملة في الفريضة ويجيزها في النافلة التراويح والتعوذ، وكره بسملة تعوذا كما قال ابن عاشر. لكن شوف المازري لما نظر هذه الموازنة المقاصدية، واحد يكره الصلاة إذا قرأت بالبسملة، واحد يبطلها، فقال أنا أقرأ ببسم الله، على الرغم من أنه مالكي معتق، قال أقرأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم لأن ألقى الله بصلاة مكروهة إن صح مذهب مالك أحب إلي من أن ألقاه بصلاة باطلة إن صح مذهب الشافعي والسلام عليكم. شكرا دكتور حسن على المداخلة، وختام المداخلات مع الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد. الحقيقة أنا أثني على مقترحات الأخوين الشيخ إسماعيل والشيخ
محمود فيما يتعلق بضرورة كتابة البحوث والدراسات فيما يتعلق بعلم المقاصد، إنه علم مهم. وأضيف على ما اقترح الأخوان ضرورة كتابة بحوث مستقلة ومتخصصة في علاقة فقه المقاصد وعلم المقاصد في كل نوع من أنواع الفقه الإسلامي. نحن بحاجة إلى دراسة تبين علاقة فقه المقاصد بالفقه السياسي الشرعي متخصص، لأن الكتابات التي ذكرت والدراسات والشهادات العليا التي ذكرت كانت تكتب بشكل عام، لكن في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة نحن بحاجة إلى كتابات متخصصة في هذا العلم، علاقة علم المقاصد في الفقه السياسي الشرعي، علاقة علم المقاصد في الفقه الاجتماعي في الإسلام، علاقة علم المقاصد في الفقه الاقتصادي في الإسلام، علاقة علم المقاصد في فقه الجهاد في الإسلام، علاقة علم المقاصد في الولاء والبراء في الإسلام، في فقه الولاء والبراء في الإسلام، علاقة فقه المقاصد وعلم المقاصد في فقه الموازنات، علاقة علم المقاصد في فقه المآلات، وهكذا كل أنواع الفقه الإسلامي على المعنى العام، أقصد المعنى فقه العام وليس الخاص، تحتاج إلى دراسات متخصصة. هذا يسهل علينا ويقطع علينا الطريق حقيقة، يعني صعوبة ما توصيل علم المقاصد إلى الناس يسهل علينا إيصاله بشكل سهل. من يهتم بالجهاد يجد ضالته فيما قد كتب متخصصا في بابه، ومن عنده اهتمامات اقتصادية يجد ضالته فيما كتب في اختصاصه، ومن كان عنده اهتمامات اجتماعية يجد ذلك. وقس على ذلك حتى فقه العقيدة، نحن نحتاج إلى أن نبين علاقة علم المقاصد في فقه العقيدة، لأن العقيدة لها مقاصد، العقيدة الإسلامية في كل أبوابها وفي كل أصولها لها مقاصد شرعية. فإذا استطعنا أن نكتب بهذه التخصصات يمكن أن نصل إلى نتائج طيبة نخدم بها أمتنا ونخدم بها شبابنا، وجزاكم الله خير وحسن. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للبحث هذا إن شاء الله في هذه الأبواب المعاصرة بالقضايا الطبية، القضايا هاي كلها متناولة، والقضايا الاقتصادية كلها متناولة في هذا البحث وهذا الجرد الاستقصائي، وجهود مشكورة من طلبة العلم العراقيين. شكرا لكم. شكرا إذن للسادة الباحثين في هذه الجلسة وفي كل المؤتمر، وشكر موصول لحسن استماعكم وتواصلكم على مدى هذين اليومين، وأسلم المنصة لمنظمي المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر إدارة المؤتمر والجهات المنظمة له لتشريفي بختام المؤتمر كما شرفوني بافتتاحه، فأقول وبالله التوفيق. أننا في ختام هذا المؤتمر العلمي الثاني الذي أقامه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق وبالتعاون مع قسم الثقافة والإعلام في الهيئة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لجميع الحضور الكرام ولا سيما الأساتذة الباحثين على ما قدموه من بحوث ومداخلات في هذين اليومين. وباسم الباحثين جميعا أتقدم بالشكر لهيئة علماء المسلمين في العراق ولأمينها العام الدكتور مثنى حارث الضاري لإقامة هذا المؤتمر، والذي يعد المؤتمر المقاصدي الأول الذي تقيمه جهة علمية عراقية، والذي يأتي في سلسلة مشروعها المقاصدي الذي تعمل عليه منذ مدة، والذي بدأت هذا المشروع في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي الذي يحمل اسم مقاصد والذي تبثه قناة الرافدين الفضائية. وستتبع هذا المؤتمر خطوات أخرى في هذا الصدد بإذن الله تعالى.
هذا وقد استخلصت اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر من ثنايا البحوث المقدمة والمداخلات المشاركة جملة من التوصيات نلخصها في الآتي: 1. رصد الحاجة الماسة لدراسة أو دراسات معمقة لمجموع الإنتاج المعني بالمقاصد في العراق للتعرف على طبيعته وتوجهاته ومستوياته ومدى خدمته للحركة العلمية وسبل ارتقائه إلى الإبداع والابتكار في إطار الضوابط الشرعية. 2. دراسة المقاصد في كتب السنة دراسة تفصيلية نحو المقاصد الشرعية في صحيح البخاري والمقاصد الشرعية في صحيح مسلم وهكذا في بقية كتب السنة. 3. الدعوة إلى الاهتمام بالدراسات المقاصدية في مجال الفنون والحضارة الإسلامية. 4. إعداد خطط علمية متكاملة لبحوث ذات بعد مقاصدي من قبل الجامعات والمراكز البحثية ترصد من خلالها القضايا الكبرى والنوازل الحضارية التي تحتاج إلى إجابات علمية من شأنها تمكين الطلبة الباحثين من بحثها أو لبحثها ومعالجتها. 5. تعزيز وتقوية المراكز والمؤسسات البحثية التي تعنى بالنظر المقاصدي والعمل على إنشاء مراكز مشابهة في العراق والاهتمام بالدراسات والإجراءات القانونية المعنية بربط مؤسسات الدولة بالمقاصد الشرعية لإضفاء روح الشريعة عليها. 6. إنشاء دوريات علمية ومجلات تعنى بالشأن المقاصدي تطويراً للبحث فيه ولخلق حركة فاعلة في الاهتمام العلمي والانشغال البحثي وكذلك إنشاء مواقع علمية إلكترونية لتحقيق هذه الأهداف. 7. تكثيف عقد الندوات والمنتديات العلمية المعنية بالبحث في المقاصد الشرعية. 8. حث العاملين ومسؤولي المدارس والكليات الإسلامية على الاهتمام بالدراسات المقاصدية اهتماما يتناسب وأثرها على ساحة الفكر الإسلامي المعاصر. 9. توسعة الدراسات العلمية في مقاصد الشرعية في المناحي التشريعية غير المبحوثة سابقا، ومنها ما أشار إليه الشيخ عبد المنعم البدراني قبل قليل. 10. ضرورة استقراء التجارب التشريعية في التاريخ الإسلامي المستندة على مقاصد الشريعة وعرضها بطريقة علمية مناسبة للوقوف على مواطن الاستنباط الدقيق فيها. 11. نوصي المشتغلين بالمقاصد مراعاة اللغة العربية وعلومها نحوا وصرفا وبلاغة ودلالة وأصلا معجميا، وهو شرط لازم في البحث المقاصدي. 12. وأخيرا الدعوة إلى المشاركة في البحوث البينية بين علوم اللغة العربية واللسانيات الحديثة وبين علم المقاصد الشرعية لما بينهما من صلات علمية ومعرفية. الحاضرون جميعا، في الختام وبالنيابة عن الجميع نكرر شكرنا للأردن ملكا وحكومة وشعبا لتسهيلهم إقامة هذا المؤتمر العلمي وجميع ما يتعلق بالقضايا المتعلقة به، وأكرر شكري لجميع من شارك في هذا المؤتمر واللجنة العلمية والتنظيمية له وللأساتذة الباحثين ولجميع الحاضرين، والشكر لقناة الرافدين على جهدها في تسجيل المؤتمر وبثه، وللمحررين في قسم الثقافة والإعلام لمتابعتهم أعمال المؤتمر ونشر وقائعه أولا بأول، والشكر لجميع الجنود العاملين كما يقال في الكواليس، كواليس المؤتمر، وخاصة القسم الإداري في هيئة علماء المسلمين لجهودهم الكبيرة في تنظيم المؤتمر والقيام على راحة المشاركين والحاضرين وسائر ما يتعلق به.
سائلا الله تعالى أن يتقبل هذا العمل من الجميع، وأن يكون لهذا المؤتمر دور في تطوير الحركة العلمية عموما والمقاصدية خصوصا. وقبل الختام أو نختم هذا المؤتمر بأن تقديم الدروع للأساتذة الباحثين، فيتفضل فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين لتقديم هذه الدروع إلى الأساتذة الباحثين. الدكتور أحمد كسار الجنابي، الدكتور أحمد كافي، الدكتور فلاح الفداوي يستلمه نيابة عنه الدكتور أحمد كسار، الدكتور عمر مكي، الأستاذ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد يستلمه نيابة عنه الدكتور عمر الراوي، الدكتور باسل أكرم الناصري، الدكتور فالح إبراهيم عبود، الدكتور عمار العودة، الدكتور الحسان شهيد يستلمه بالنيابة عنه الدكتور عماد الجبوري. يتفضل الشيخ الدكتور أستاذ الدكتور محمد بشار الفيضي لتسليم الدرع إلى الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري لرعايته هذا المؤتمر وما قدمه في سبيل إنجاحه. الشيخ هشام عبد الكريم البدراني، الدكتور عمر عبد عباس الجميلي يستلمه نيابة عنه الدكتور إسماعيل عبد عباس، الدكتور عمر حسين غزاي، الدكتور إسماعيل عبد عباس الجميلي، هذه المرة أصالة عن نفسي، الدكتور جاسم الشمري، الدكتور محمود مهدي الحيالي الذي يستحق دروعا مضاعفة، هذا الدروع البحثي، وختاما الدكتور ثامر خالد العلواني، الدكتور حسن يشفي نعم سلمناه في اليمن. جزاكم الله خيرا، شكرا لجميع الحاضرين، ونكرر شكرنا لجميع من ساهم وشارك في إعداد وترتيب وإنجاح هذا المؤتمر، وحتى نلتقي بكم في لقاءات أخرى نراكم بخير وسلامة. ندعو الجميع هنا إلى أخذ صورة جماعية فليتفضلوا.